السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ بخير خوتي خواتاتي حبابي مويماتي مويماتي مويماتي، كنركز على مويماتي. كديري لاباس عليكم؟ باش تعاودوا، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. الله يعطي المويمات صحيحاتهم يا ربي وطولنا في عمرهم، الله يجازيهم بخير على اي حاجه داروها معنا يا ربي. المهم البنات، هذا الفيديو بلاتي مشي نجيب الكرسي ونقعد يا اختي. بلاتي يا اختي الهضره كثيره وطويله، واليوم غنتفرقع اليوم. ها بلاتي نجيبو هادي، نجيبو هادي ونحطوها هنا، ونجيبو التليفون ونحطوه هنا. انا راه في الخدمه دابا، ها نتوما بحال درت واحد اللايف ما طلع معايا حد، هو قلت بالك ندير فيديو يا اختي. ها بلاتي نجيب كرسي. ايوا شوفوا البنات، قبل ما نجلس معكم غنزيد واحد شويه الحليب يسخن، غندير القهوه، حليب وقهوه خلطهم باش نقعد معكم. ايوا اليوم بغيت نهضر، اليوم بغيت نخوي قلبي، نخوي قلبي يا الخوت، هادشي اللي ضروري غنخويه ونحطو. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا هي بغات تقاد، هي بغات تقاد يا خوتي. هاني جاية، هاني اليوم، هو اليوم، اليوم هو اليوم. حيت علينا فاضل كيل، فاضل كيل، عينا خوتي، عينا 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 بهادشي، عينا عينا عينا. وبين بنات حنا نهضروا شويه ونفضفضوا ونقولوا اللي ضارنا هاد القنوات الصغار. انا كنهضر بالنيابه على القنوات الصغار كاملين. الله يعطيكم شي رزيق اللي يفيض عليكم ان شاء الله ويزيد، وصحاب الطبخ حتى هما يا ربي يدي لكم شي طويل الخير. تنهضر على القنوات الصغار، اما القنوات الكبار اللي عطى الله عطاه، اللي فاز فاز، وحنا بقينا بين البنات. اش بغيت نقول لكم البنات، اش بغيت نقول لكم؟ تسناي القهوه تطيب تتسخن، اش بغيت نقول لكم؟ طاب لينا القلب، طاب لينا حنا القلب قسما بالله، جينا متاخرين. تاز اللي بغى يهز وخطف اللي بغى يخطف، وقدا اللي بغى يقدا، وجمعوا وجمع اليوتيوب رجليه. عاد حنا طفات عندنا الشمعه وجينا، وفاش جينا هاد الناس هادو ما عطاوناش فرصه فين نبانو، ما عطيناش فرصه فين نبانو، وكل مره كيبان كتبان لينا مشكله، وكل مره كيطلع لينا كيف نقول ليه، ما عرفت والله ما عرفت كيف نسميها، ما عرفتش. كل مره كيطلع لينا حاجه غريبه كتمس لينا قنواتنا، ما كيبانوش. عباد الله هجوم على هذوك القنوات، اش كاين ما كاين، ما كاين ما نقول لك شي حاجه اللي جاري بها العمل. ربي دابا قولوا لي شكون هاد الدار اللي قاعده بلا مشاكل، شكون هي، فين هي، شكون هاد المراه اللي قاعده ما مطلقه، شكون هاد المراه اللي قاعده راجلها مثلا ما هرب عليها ومخلي ليها الاولاد ومخلي ليها صايرهم بزاف بزاف بزاف. شكون هي هاد العائله في المغرب، خاصه حنا تنهضروا على المجتمع المغربي ديالنا حنا، كلشي هادشي ولا عادي. اي عائله سد بابها على مشاكلها. بلاتي يا بنات، بلاتي يا بنات، ويك ويك عباد الله، ويك ويك على راي ميمي، ويك ويك عباد الله، سخنات بزاف كاع. هانتوما يا البنات، بغيت نقاد راسي وعقلي، راني صافي صافي. اه بحال كاين، ها قولوا لي، قولوا لي انتوما، قولوا لي نتوما شكون هي هاد العائله اللي ما عندهاش مشاكل؟ ما كايناش، ما كايناش، كل واحد عنده مشاكله وحبسهم في دارو. حنا خارجين هاد اليوتيوب كاملين كاع هاد العيالات مساكنين اللي مطلقات، واحد الجزء بسيط اولا كبير، المهم كيف ما كان
في المجتمع مطلقين العيالات خارجين على وليداتهم كيخدموا، لقاو هاد اليوتيوب فرصه كفرصه عمل، وتا هما بغاو يقضيو الغرض. دابا الناس اللي طلعوا، الناس اللي جاتهم فرص وطلعوا وداروا قنواتهم كبار، باقي لحد الان كيقلبوا على الادسنس، هلا على الادسنس بالشوهه وبالفضيحه وبالمعاطيه وباي حاجه ممكنه. ولكن المشكله هو ان هذوك المشاكل راح عند كاع الناس اللي كتخرجوا لينا حنا وكتلهيو المجتمع بهم. واش حنا ناقصين مشاكل؟ واش حنا ناقصين تعمر الدماغ يا عباد الله وطياب القلب؟ واش حنا ناقصين؟ حنا راه عندنا اللي يكفينا، راه سادين عليه حتى حنا ومكمشين وتنقولوا بينا خبيزه مدرقه ما فيها شوها ما فيها فضيحه، ومره كاع الناس عارفه حتى هي ما دير وعارفه ما... ولكن حاشا معاد الله، حاشا معاد الله. كما قلت لكم في واحد الفيديو، ما يمكن ليش انا نعطي صرايري ونعطي ونشد كاع انا داك لادسنس ونطلع حتى انا قناتي وبخير، ولكن عمري ما غادي نكون مرتاحه، عمري ما غادي نكون مرتاحه. اش مني وبين هذاك الشيء؟ انا بغيت شي حاجه اللي نكون فيها مستوره، ما يعرف لي كاع بنادم كيفاش طرا لهذاك الرزق، فهمتوا يعني؟ بغيتو كاع هي شويه هي قليل، ولكن يكون مداوم ويكون بكرامه ويكون بشرف، فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ ودابا نعمل لا البنت كتضرب فمها عرض الحائط بالسبان وبالمعيور وبشي حوايج اللي ماشي هي هذيك اللي ما يمكنش الله سبحانه وتعالى والصانع الام والصانع الوالدين، ما يمكنش ليا نوصل لعقوق الوالدين، عقوق الوالدين ما يمكنش ليا نوصل اللي وصلنا ليه كاملين، ويا ربي تسمح لنا منهم. يعني دابا الام والله اعلم، والله اعلم تاني، ممكن الام تكون متفقه مع البنات على قبل الادسنس، ممكن العائله كلها هي داكشي كله ويكون هي فيلم مثلا. انا بدا رايي انا كنت نبقى كنخمم، ممكن العائله تكون مثلا كلها هي متفقه على واحد المشكل دايرينو على قبل هذاك الادسنس. هاد الفلوس راه كتحمق، الفلوس راه كتحمق، راه ما يمكنش، راه لا اله الا الله محمد رسول. ولكن بنادم راه عنده قنوات، حل قنوات، وذوك القنوات الحمد لله ما شفناكم بعين خيبة مصري، يعني ما لا داعي للشوهة ولا داعي للفضيحة. إلا كانت كاع شي مشكلة خصكم تسدوا عليها باب، حيت كاملين عندنا مشاكل وحنا كنطلعوا بطاقة إيجابية وكنطلعوا بخير وعلى خير وكنطلعوا بمكلات كنطلعوا بدويرات كنطلعوا يعني خريجات هكا. ولكن باش نقولوا المشاكل كل واحد سد عليه باب، اكذب عليك الكذاب، راه الا جاو كاع هاد القنوات يطلعوا صرايرهم غتلقى كلشي طالعوا كلشي ولا لاباس عليه كلشي دار الادسنس كلشي. ما تلقاش شي وحده مغربيه الا طلعت هكا بمشاكلها وبكلشي داكشي اللي عندها بالحقيقه بالفري بكلشي، كلشي غادي يولي لاباس عليها وكلشي غادي يطلعوا ليها قنوات وكلشي غادي يتفضح، والمغرب غادي يولي هاد السمعه لا علاقه، نتو المغرب غادي يولي شوها، غيولي مكتوب عليه شوها ماشي مغرب شوها. وهادشي اللي ولا انا كيبان ليا البنات، وسمحوا ليا على هاد الهضره حيت انا طاب ليا قلبي يا خوتي، طاب ليا قلبي، وقناتي كاع ما بغات تحرك في وسط هاد القنوات، ماشي قناتي قنوات هما عرفتي، راه مني عديد مساكن اللي تا هما بحرا عطفات عليهم الشمعة وقالوا راه كاين واحد المصدر ديال الرزق بينا نتقاتوا منه حلالا طيبا بكرامتنا وبشرفنا، فهمتوني؟ يعني ماشي بشي حاجه اللي نحطوا شي محتوى اللي ممكن يأذينا ويأذي وليداتنا ووالدينا وعائلتنا. هذا الشيء حنا تنخمموا ليه بنات الاصل، بنات الاصل هكا تيخمموا. يعني اليوتيوب هو عباره عن خدمه بحالو بحال بزاف ديال الخدام، حيت هو موقع تواصل، هادشي علاش بزاف هز نظره خايب. ولكن لا، كاين فيه محتويات اللي كتنور العقل، اللي كتنفعك في المجتمع، اللي كتوريك ما ديري في حياتك، فهمتوا؟ بزاف بزاف المجالات اللي كتفتح
العقل وكتنور لك حياتك، كتوريك ما ديري في حياتك. الا ما عرفتيش شي حاجه تعلميها، دخلي اليوتيوب تقلبي عليها، كاين صنعه، كاين طبخ، كاين 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 بزاف، كاين تعلم لغات، كاين بزاف. ما احنا هذا المستوى هذا المنحط اللي ما عرفناش منين خرجنا، تاع اننا نفرقعوا مشاكلنا في اليوتيوب باش نجيبوا الادسنس. هاد الشيء راه ما خلاش لوحد الاخرين ساكن فرصه فين يبانوا. هاد الشيء علاش بغيت نوصلو، ما خلاش الناس دراوش اللي بغا يعيشوا حتى هما يبانوا. كل واحد يخرج بافكار ويحطهم ويتم غادي هكا، والناس كتقلب على داك الشيء اللي كيليق ليها وكدير. باش نخرج انايا بمشاكلي ما داعي، حيت كل واحد عنده مشاكله ومخليها ابار ابار اليوتيوب، ما نخرجهاش اليوتيوب. وهذا رايي والله يا البنات، وحق الله العظيم لا ما كرهتش حتى انا، ما نكذبش عليكم، يجيني واحد مدخول من هذه القناه حيت كنتعب على فيديوهاتي وكنشقى عليهم وكنبذل واحد المجهود وحق الله كبير، وتنتسنى وتنقول يا ربي، وكنطلب الله سبحانه وتعالى هو اكبر داعم. الله سبحانه وتعالى الا بوا في واحد اللحظه وكيبدا كيدير اللي عليه وكيبذل المجهود، وحنا ما داخلين وما عارفين وجهنا الا عرفنا بغينا رزيق، يعني ما كاين ما يتخبى. ولكن بحال هذا الشيء هذا اللي كنشوفه عمره ما غيخلينا نبان. وملي تطلعي يعني تعيطي تهزي التليفون تعيطي لشي حد منهم يدعمك، ما غيدعمكش ما غيدعمكش. وما انا كشخصي وعد بلا ما قلت انا ما نتصلش بهاد المحتويات هكا يعاونوني، فهمتوني اش بنقول لكم؟ نقدر نتصل بشي قناه طبخ كبيره ونطلبها تدعمني، ولكن ما نتجرأش لانني ما عنديش ما نعطيها. ما يمكنش يكونوا كيدعموا بلا فلوس، ما يمكنش من سبع المستحيلات، حيت هذيك خدمه وما داروا حتى هما قنوات وطلعوهم الا بيخدموا بهم. هذا الشيء اللي كاين، ونتمنى من الله تيسير لينا وليكم ولامتي محمد يا رب. كل شيء ان شاء الله يا رب يكون في مستوى اللي لايق، ونتمنوا من هاد الناس هادو الله يهديهم الله يهديهم. هذا راه ما طريق ما حال ما حتى شي حاجه، راه دابا هاد الشيء كله هو راه ملي يتقاد وكل شيء تبقى ديك النظره وتبقى ديك السمعه، سواء على البنات سواء على الام سواء على الاب. هادشي راه ما فيه معنى، راه ما حياتش انني اش بقى عندكم مخبي، اشنو هو اللي بقى عندكم مخبي وكتعتبروا بانكم عائله وعايشين حياه عاديه وبخير وعلى خير؟ ما يمكنش. هادشي راه كثير، الله يهدينا ويهديهم ويهدي جميع امتي محمد، والله يحسن خاتمتنا والله يطعمنا حلال، وما شاء الله وصافي. هادشي كيبكي، هادشي كيحزن بزاف. ما بغيتش انا نذكر التفاصيل وما بغيت نهضر على حد في قناتي، الموضوع باين وراه منتشر، فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ منتشر وكلشي عارف المشكل ديال هذوك هذيك العائله اللي البنات خارجين يقولوا شي كلام على امهم، ولم الله يشوف من حالها. حتى هي خرجت بواحد صريح في شكل على البنت والاب، ما فيها حتى معنى كاين شيء. هادشي اللي ولا كيخلع، هادشي من علامات الساعه الله يحفظ. لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي. والله يرزقنا ويرزقكم القناعه، والله يرزقنا ويرزقكم رزق حلال مطيب مخفي ان شاء الله يا ربي. الله يستر اموركم وامورنا، واسمحوا لي حيت كان عليا بغيت نفضفض، كان عليا نفضفض حيت بقيت كنهز. المهم البنات، الى فيديو جديد ان شاء الله. هذا الفيديو هذا عطيتكم غير الهضره. المهم انا فاش جيت قلبي عطوني الاراء ديالكم في لي كومونتير، قولوا لي اش كاين اصحاب القنوات الصغار، تشاركوا معايا في هذا الشيء وعطوني ارائكم. الناس اللي كتدخل عندي دوك القنوات الصغار اللي كيدخلوا مره هكا يطلعوا،
كتبوا لي الاراء ديالكم، واش نتوما متفقين معايا ولا ضدي ولا المهم. المهم الله يرزقنا ويرزقكم يا ربي الصحه والسلامه، والى فيديو جديد ان شاء الله مع روتينات امولا تيفي. وما تنساونيش من اللايكات والبارطاج، واللي باقي ما مشترك ينزل يدير اشتراك. وكاين واحد غجوان حدا داك ديال الاشتراك، اللي بغى يصبح عضو في القناة ديالي غادي يكون ان شاء الله عنده بزاف ديال المميزات يا ربي. يلا البنات، بالسلام عليكم، الى فيديو جديد ان شاء الله.